مساء الخير عليكم مشاهدين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من رجل في غبة النساء. لبنى خيري، ملاذ حسين، وسارة الضيف. ضيف هذه الحلقة هو الشاعر الرقيق صاحب القصائد الرصينة والأغنيات التي لها صدى في وجدان الشعب السوداني، منها يا تائه الفصل وياسين الاسم. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ الشاعر كامل عبد الماجد، مرحبا بك. مرحبا بكم، وأنا أيضا يعني سعيد أن أكون معكم في هذه الحلقة. أهلا بك. رمضان كريم. رمضان كريم، كتر خيركم. نورتنا. نورتك أيضا. الأستاذ حسين خوجلي قال مقولة شهيرة، نعم، كل المناصب اللي أنت تقلتها في مسيرتك الفكرية والعلمية هي أقل منك. نعم. رأيك شو؟ والله أنا بشكره شديد جدا جدا، يعني أستاذ حسين صديق بالنسبة لي، وظل يقول لي الكلام ده، يقول لي أنت مظلوم، يقول لي محافظ كيف يعني، محافظ دي بسيطة عليك، أنت كان مفروض تبقى أكتر من كده. ودائما يعني هو بعيد لي على أساس أنه أنا كان ممكن أكون حققت أشياء أكتر من اللي حققتها في الحياة. يعني أنت كنت مقتنع بالمقولة دي؟ مقتنع شديد يعني. كانت بالنسبة لك دافع؟ أنا ما هي طبعا قال لي، أنا أول حاجة يعني خريج جامعة الخرطوم، خريج جامعة بيرمنغهام في بريطانيا، خريج جامعة لندن، وجيت السودان أحمل كل هذه الشهادات. يعني أعلى منصب وجدت أني أصبحت محافظ، التي أصبحت الآن اسمها محتمد، ومستشار لوزير الثقافة. حسين بيفتكر أنه أنا كان ممكن يعني أكون جيد جدا جدا لو أصبحت وزير للثقافة، لو أصبحت كده. فبقول له يا حسين والله أنت يعني أظنك فيني جميل جدا جدا، وأنا دائما بشكره يعني على هذا الشيء الجميل جدا جدا اللي بقوله. هل ده مقارنة بسدرات؟ بقول الكلام ده مقارنة بيك بسدرات، لأنه أنتوا كنتوا في نفس الجبهة كيساريين وكنفس الدفعة، وأنت زمان في جامعة الخرطوم يعني دائما كان بتتقدم لو ما الأول الثاني دائما، يعني هو بيتكلم من الناحية ده، فهل ده مقارنة بسدرات؟ والله يمكن مقارنة بسدرات، لكن احنا ما كنا في نفس الدفعة، سدرات كان يتقدمني بعامين. أوكي. لكن كل القطيو ده صح، نحن كنا تقدميين وفي اليسار العريض، وعبد الباسط يعني لقى كثير جدا جدا، وحسين بيفتكر انه انا كان ممكن القى جزء من اللي لقاه عبد الباسط. ليه انت ما بتقدم نفسك دائما بالشكل لا انا ما بقدم نفسي يا استاذ خالص، يعني عايز منصب يا استاذ ملاس. لا يمكن امشي واقول لهم يا اخوانا مالكم ما بقيتوني. وانت فاعل الحاجه يعني دي؟ نعم. انت عايز منصب يعني اعلى؟ لا انا ما سائله، لكن يعني انا بتكلم هسه عن حسين. حسين ظنوا فيني انه انا مفروض اجد اكثر من الذي وجدته، وانا اذا وجدت اكثر من الذي وجدته فذلك كويس معي طبعا، ولكني يعني ما يعني لم الهس وراء ان اكون. لا انا قصدي مش انك تقدم نفسك ليوم انك انت يعني داير مناصب، لكن قصدي تعيش متصوف كمعظم السودانيين بيحبوا انه هم ما يوروا امكانياتهم. هل يعني عندك الرقه بتاعت الشاعر والخجل بتاع الشاعر بانه انت ما بتعمل تسويق لنفسك؟ ما بعمل تسويق لنفسي. ده عيب ولا انا شاعر بانه يعني الضرب من ضروب العيب ان تسوق لنفسك، ولكن ان تظل هنالك والناس يعني يكفوك شر انك تسوق لنفسك، هم الذين يعني بنفس الصوره الذين ياتون اليك في رمضان رئيس الجمهوريه كلها زي ما حصل لي انا، والنائب الاول رئيس الجمهوريه اللي هو رئيس الوزراء الحالي والنائب الاول، ان ياتي الي من ضمن أربعة ولا خمسة يعني ذهبوا لهم في رمضان ويكرمني، أو أن يمنحني رئيس الجمهورية وسام الآداب والفنون والعلم، لكلها دون أن أسعى إليها. لكن يا أستاذ يعني أنت درست في الخارج. نعم. وبالضرورة أنك تكون تطبعت بطباع الخارج، يعني أنه إحنا في السودان عموما عندنا إشكالية أنه إحنا نسوق لأنفسنا. نعم. رغم أنه إحنا بنستحق أنه إحنا نكرم أنفسنا. ليه ما حسيت في يوم من الأيام أنه أنت ممكن تكون عندك الأفضلية الكبيرة جدا عن غيرك، خليك تستحق المناصب الأعلى والأكبر زي ما كان رؤية الأستاذ فيك؟
لا انا حسيت بانه عندي الافضليه، يعني انا حسيت بانه عندي الافضليه علي يعني في 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 بعض المجالات. انا لا ادعي ان انا ممكن يعني املا اي مجال، ولكن في المجال الثقافي يعني انا نذرت عمري للثقافه، سواء كان كتابه في الصحف. يعني انا كنت من اوائل السودانيين الذين يعني التحقوا بالصحافه البريطانيه. عملت في بريطانيا صحفي لفتره من السنين بعد ان اكملت الدرجات العليا، واكثر من 40-50 سنه انا في كتابه المقالات وكتابه الشعر وكتابه النقد وكتابه كده، وبعدين البرامج في الاذاعه وبرامج في التلفزيون. انا لكل هذه الاشياء كنت بحس بانه يعني ممكن جدا جدا اتبوأ منصب في وزاره الثقافه. طيب. لكن اعلى منصب في وزاره الثقافه تبوأته كان ابقى مستشار للوزير. طيب استاذ كامل، الشاعر دوما يعني يقال انه يكون دائما افضل بعيد من المجال السياسي، خاصه في العمل العام والتنظيمي. انت كنت محافظ برضه. نعم. يعني هل نجحتك كمحافظ؟ انا شخصيا بفتكر اني نجحت نجاح باهر جدا جدا كمحافظ. لانه انا عليت الشان الثقافي اكثر من الشان السياسي. وانا محافظ. بمعنى ان انا اهتميت بصروح الثقافه. ان 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 افتتح محطه للتلفاز في منطقه، يعني منذ ان نشات تلك المنطقه لم تشاهد التلفاز. انا اتي لهم بمحطه بتاع التلفزيون. انا افتتح مدارس ثانويه، افتتح مستشفيات، ابني دار للرياضه، افتتح كثير جدا جدا من الانديه الثقافيه، ادخل الكهرباء، ادخل الطاقه الشمسيه. دي كلها حاجات عندها علاقه بالثقافه اكثر من السياسه. طيب اخذ عليك يمكن لما كنت محافظ لباره تسفيرك لعدد من الهمباته الى العمره. ده كان فهم مختلف جدا، لكن اخذ عليك انه سفرتهم من مال الحكومه. وانت قلت يمكن العمره تقوم تغير فيهم، وهذا امر يرى كثيرين انه لا يمكن ان يحدث بهذه السهوله. يعني ضغط الحته الادبيه والشعر والرقه على المفهوم في دي ما مشكله يعني في العمل التنظيمي؟ والله هي يعني انا فكره ويمكن غلبت فيها حسن الظن. يعني المال الحكومي يسهف في اشياء اخرى غير دي. يعني يعني يمكن في دي انا شعرت بانه يعني النازل وانا في المحافظه بعمل في اشياء شغلوني جدا جدا بالسرقات بتاعت الابل. يعني لو تعلمين ان المحافظه بتاعت باره هي محافظه يقطنها تقطنها يعني كبرى القبائل، قبائل الاباله اللي هي قبيله درحامد وقبيله المجانين، ويمكن ثروتهم تقدر باكثر من 10 مليون راس من الابل. فاذا كل يوم انت كمحافظ بابك يطرق لانه الهمباتا سرقوا والهمباتا نهبوا والهمباتا عملوا، وانا زي ما قلت لك مشغول بالتلفزيون، مشغول بدار الرياضه ابني فيها، ومشغول بفتح المستشفيات. يتغير فجمعتهم وهم معروفين. جمعتهم وشعرت بانه اذا مشوا شافوا الاراضي المقدسه وزاروا النبي ويعني مشوا لبيت الله ربنا يهديهم يعني. ربنا يهديهم. ويعني ما كانت لم اصرف المليارات في ذلك، ولكن صرفتها على اساس. حصل تغير فعلا لهذه المجموعات؟ نعم حصل تغير. يعني حسيت لم تتغيرت تلك المجموعات. ولكن محاوله لاستتباب الامن. نعم. والامن المحافظ هو رئيس لجنه الامن ويمكن ان يصرف على الامن. اذا ديل ربنا كان هداهم ها وربنا يهدي من يشاء، مش كده؟ انا يعني توقعت انه ربنا يهديهم. سر حبك لبارة شنو؟ والله بارة اول حاجة يعني بارة من حيث الجمال الطبيعي مدينة جميلة جدا جدا، وحتى الانحاء حول بارة البادية البدوية حول بارة اللي هي كبيرة جدا جدا بالقبيلتين اللي قلت لك ديل دار حامد والمجانين، يعني فيها جمال كثير جدا جدا. ان تكون هنالك مدينة الحدائق يسموها السواقي، تكون في داخلها
يعني في كسلة السواقي في السواقي يقول لك السواقي الجنوبية أنت تترك كسلة وتمشي في الضفة الأخرى يلقاش، ولكن في بارة في كل ثلاثة أربعة بيوت هنالك ساقية أو هنالك واحة ملأة بالأشجار المثمرة وبالطرمبات بتاعت الآبار وكده، فمدينة من خضرار. دعمت تجربتك الشعرية؟ خالص دعمتها، وبعدين أهلها محبين جدا جدا للأدب وللثقافة وللفن. فمن بارة وحدها يعني خرج محمد المكي إبراهيم الشاعر، وعبد الله الكاظم الشاعر، وعثمان خالد الشاعر، ومحمد مرغني الفنان، وعثمان يعني كثيرين جدا جدا من الفنانين طلعوا. نظرتك كمحافظ ما حاسس انه بارة مظلومة في الصرف عليها من قبل المركز؟ والله يعني انا في فترتي يعني دخلت اشياء كثيره في بارة. كان سهل انك تصرف عليها؟ يعني دخلت الكهرباء في بارة، الكلام ده هسه انا بارة بيسمعوه، ودخلت الطاقه الشمسيه في بارة، وبنيت دار الرياضه في بارة، ووصلت التلفزيون لم يكن يصل بارة وصلت لبارة، أنشأت ثلاثة مستشفيات في بارة، وسبع مدارس ثانوية في بارة. ده كله عملته في فترة بتاع ثلاثة يعني سنة. ده كان تسهيل من المركز، ده من من من, من الولاية ومن المركز. رأس الولاية اللي هي الأبيض. خدمتك ليها ذاتها يعني في جزء من تخلقك باليساريين، يعني تخلقت جدا باليساريين بخدمتك لأبناء المنطقة باعتبار أنه هي ضمن المشروع اللي أنت بتنتمي له. أيسر كلامك صح، كلامك صح. تأثرت، وبعدين يعني في عدد كبير جدا جدا من أبناء وبنات بارة من الذين عاصرتهم وعاصروني في جامعة الخرطوم، ودي حاجة ملفتة النظر. يعني مدينة بتلقى فيها أكثر من 12-14 في فترة واحدة طلاب وطالبات في جامعة الخرطوم. فمشيت التغيت بعضهم، والما التغيتهم لأنهم كانوا في المهجر ولا كانوا بعيدين، التغيت سرهم وكنت بزورهم بصورة يعني راتبة. يعني على حيث جامعة الخرطوم اتهمتم جبهة ديمقراطية بإلقاء الاتحاد، وحدثت إشكالات كثيرة جدا، يعني اتحاد علي عثمان وقمتوا بحله وكده. فترة جامعة الخرطوم والإشكالات داخل الاتحاد واتهام الجبهة الديمقراطية وقتها بأنها كانت أكثر عنفا في التعاطي مع العمل التنظيمي من الإسلاميين. والله هذا الكلام يعني ما صحيح. لم نكن في الجبهة الديمقراطية يعني أكثر عنفا، والعنف الجامع ذاته في ذلك الوقت لم يكن متفشيا، يعني كما حصل بعدنا بسنوات كثيرة بعد ما تركنا أنا وعلي عثمان الذي ذكرتيه وكلنا يعني في الطيف المختلف. عندما تركنا الجامعة لم يكن الحال بتاع العنف بالضراوة، يعني كانت حادثة واحدة اللي هي حادثة رقصة العجكو، دي الحادثة الوحيدة اللي نحن حضرناها وكان فيها عنف طلابي من الناحيتين، ولكن ما بنقدر نقول والله الجبهة الديمقراطية كانت أكثر عنفا أو الإسلاميين كانوا أكثر عنفا. كلنا شاركنا وكلنا كنا عنيفين في الحادثة دي بالذات من الجانبين، ولكننا متسامحين، بدليل أننا علي عثمان عندما أدان لهم السودان عينونا معهم، أنا وسبدرات وغيري من الذين لم نكن معهم. هذا أخذ عليكم يعني؟ نعم أخذ عليكم بأنه أنتم يعني جهرا تتحدثون عن اليسار وانتمامكم لليسار وغيره، وسرا معجبين بالحراك الإسلامي وما تبعوا من تسلم للسلطة وغيره. لا ما كده، هي ما كده. يعني انت اذا نظرتي انا يعني ضابط اداري، وكنت وانا ما قدرت اتكلم عن نفسي، لكن حتى في الضباط الاداريين كنت في الصفوف الاولى يعني. والخدمه ذاتها بتاعت محافظ دي هي زي السكرتير الثالث الذي يصبح سفيرا، كانوا الضباط الاداريين هم اللي بياخذوا منهم المحافظين. وعندما جاءت الانغاز وعجلت بالمنصب لي، لم اكن يعني من الرافضين للمنصب، لانه ده توجه ايديولوجيه مختلف تماما. ده الخط بتاعي.
أنا ما جيت قبل سألت الأستاذة سارة عن سؤالها كان جميل جدا جدا، قالت لي أنت كمحافظ هل مشيت يعني سياسي؟ قلت لها لا، أنا عليت الثقافة على السياسة. أعليت أنا الحكم المحلي. أنا أقول لك حاجة، أنا عندما تم تعييني كمحافظ والدكتور علي الحاج كان وزير للحكم المحلي وهو أصلا بيسمع في الكلام، أنا ما بقول كلام ساي، يعني خطف فينا قبل أن نتفرق على المحافظات وقال لنا نحن دايرين نرسلكم أئمة وما عندكم علاقة بالشغل التنفيذي، انتوا تمشوا للدعوة ولكذا. فعندما خرجنا من القاعة قلت لها دكتور أنا شخصيا حامشي أشتغل تنفيذ لأني أنا ضابط إداري. الدعوة لشنو؟ الدعوة للفكرة اللي خلى الإسلاميين يعني يجوا. أنا بفكر إسلامي أنت. في الحكم الإسلامي. معناته هنا توجهت بفكر إسلامي ما بالفكر بتاعك. أنت ما سمعتني يا أستاذة. يا أستاذة لبنى. أنا قلت لك كلمت الدكتور علي الحاج وهو الآن يسمعنا. وقلت له يا دكتور أنا حامشي تنفيذي. أقول شنو للناس بارن لو دقوا لي الباب وقالوا لي الكهرباء قطعت. أقول لهم أنا إمام. أنا ما عندي شغل في الكهرباء. فقام قال لي أنت بالذات أوكي أمشي أشتغل تنفيذي. طيب إشمعنى؟ إيش معنى أنت بالذات؟ أنا لأنه ضابط أصلاً إداري. أنا ضابط إداري وده شغل بتاع الضباط الإداريين. أن تصبح محافظ معناها تصبح تنفيذي. أنت مسؤول عن الماء ومسؤول عن الكهرباء ومسؤول عن التعليم بتاع الناس ومسؤول عن كده. وليس فقط مسؤول. أنا أقصد يا أستاذ كامل أن هذا الأمر كان يمكن أن يكون عادياً لو كان في عهد مايو لوجود اليسار والتعاطي بين اليسار ومايو، لكن أن يكون ذلك في عهد الإنقاذ لأحد اليساريين وهو شاعر معروف بانتمائه في فترات طويلة جدا للجبهة الديمقراطية، هذا هو المستغرب أيا كان. أول حاجة أقدر أقول لك كلام، مايو لم تكن كلها لليساريين ولا للتقدميين، كانت لي فترة بسيطة جدا جدا وبعد ذاك انغلبت على التقدميين واليساريين وأحدثت فيهم ما أحدثت. يعني يمكن هي التي يعني بصراحة شديدة جدا جدا ضربت اليسار يعني ضربة كبيرة جدا جدا. فبالتالي أنا بقول لك يعني أسع ليس جديدا على الناس أن يكون في شخص شعر بأنه يمكن تكون الأطروحات سواء كانت من الإسلاميين أو من غير الإسلاميين الأطروحات التي جاءت بها الحكومة الجديدة وكده وبتاع فيها المقبول. لا تستطيع أن تقول يعني لأن أنا تقدمي كل ما قالوه لا يتفق ولا لا يمشي. طيب يا أستاذ أنت ذكرت في حديثك أنه يعني العنف الطلابي كان ما كثير في عهدكم. الأسباب بترجع لشنو؟ هل لطريقة ممارسة السياسة في الوقت الحالي ولا لمدى كمية التصالح السياسي اللي كان موجود في الجامعات السودانية؟ الاختلاف وين؟ التصالح السياسي كان موجود في البلد على المستوى الخارج الجامعة، على المستوى الحكومي العالي، مستوى الأحزاب ومستوى الديمقراطية وكذا. يعني كانوا يدخلون البرلمان وربما يعني في البرلمان مثلا حزب الأمة يكون ضد الاتحاديين وضد كده، ولكن عندما يخرجون خارج البرلمان هم السودانيين الذين يعني علاقتهم مع بعض لا تتغير. دي كانت نحن ذاتنا في جامعة الخرطوم في الفترة دي كان نفس الشيء. يعني ما, 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 ما كان في غلواء ولا كان في أحغاد ولا كانت في أضغان. نحن كلنا ديل حركة إسلامية وديل حركة يسارية وده الحركة وسطية. سبب العنف الطلاب الموجود في الجامعات هسه الآن والله الموجود أسع يعني يمكن التسامح ده انتهى. يعني التسامح حتى على المستوى العالي انتهى أو يعني ثقافة ممارسة العمل السياسي. الأحزاب لم تعد كالأحزاب القديمة. الأحزاب هو الحياة تشرزمت وبتلقى الحزب الواحد فيه 8 أحزاب وبتلقى الحزب الأصيل عنده ضغائن مع الفروع التي انبثقت منه لسبب أو لآخر وذهبت إلى السلطة. فعشان كده لم يعود الحال كما هو الحال في زمننا. أستاذ كامل مجموعاتكم كانوا في جامعة خرطوم مختلفة الدفع، يعني
عبد الباسط بدرات، شوقي عز الدين المسرحي، محمد تاج السير علي الشيخ، قبلكم كان في صلاح احمد ابراهيم، يعني كلكم وبعدتم ولا ابعدتم نفسكم من قصه اليسار في فتره بدري يعني؟ والله شوفي، صلاح احمد ابراهيم طبعا يعني كان قدامنا كثير جدا جدا. يعني صلاح احمد ابراهيم لعله دخل في الخمسينات، نحن جينا في اواخر الستينات لجامعه الخرطوم. فيعني مثلا زي صلاح احمد ابراهيم، حتى نحن النور عثمان ابو بكر ومحمد المكي ابراهيم، لكن لقينا الدكتور محمد عبد الحي، دل من الشعراء الكبار. ولقينا زي ما قلت محمد، نحن كنا مع محمد تاج السير وعلي عبد الغيوم وعبد الله السدرات وهكذا. ولكن نحن الفتره بتاعتنا ضمت يمكن اقول اساطين الفكره الطلابيه. يعني انت بتلقى علي عثمان، بتلقى خالد المبارك، بتلقى احمد ابراهيم الطاهر، بتلقى مهدي ابراهيم، بتلقى قطب المهدي، لكن بتلقى الخاتم عدلان. نعم. وبتلقى عبد الباسط السدرات، وبتلقى كامل عبد الماجد، بتلقى فضل الله محمد نص الوسط. بتلقى مكاوي عوض المكاوي، بتلقى الطيب حاج عطيه عليه الرحمه، وهكذا بتلقى حاج نور في نفس الوقت اللي بتلقى فيه كده. يعني ديل الغاده الذين يعني للفتره اللي فاتت دي هيمنوا او كانوا لا يعني. لكن انتوا ابعدتوا نفسكم كشعراء وكقاف يعني جزء منكم، ويعني ابعدتوا نفسكم من العمل بتاع اليسار من فتره بعيده جدا. يعني هل ممكن نقول انتوا ابعدتوا نفسكم ولا هم اللي ابعدوكم؟ لا لا، انتوا اللي ابعدتوا نفسكم. ما ابعدونا. انا دار اقول لك حاجه عجيبه جدا جدا يا استاذه ملاس. الشعر يجب ان يكون حرا. يعني العصافير ما بتغرد كويسة وكانت هي داخل قفص. يعني كثيرين جدا جدا من الشعراء الكبار خرجوا من العباءة الضخمة الحزبية بتاعت الحزب الشيوعي، ورضوا بأنهم يكونوا تقدميين ويساريين لكن خارج المنظومة الرسمية بتاعت الحزب. للسبب ده يعني ما في واحد استمر يعني طوالي. أنا بتكلم عن الشعراء.